مساكم الله بالخير متابعين وحبايبنا في برنامج هني. دائما راح نحضر لكم الاشياء الاجمل والاحلى، ودائما تشوفوني انا اطور الطبخات واحب ادخل طبخه على طبخه. من ضمنها طبخاتنا اليوم راح تعجبكم وايد، راح تستمتعون ويانا، لان في طبخات من الطبخات اللي عندنا دائما انسال عنهم، مثل ان شاء الله راح نسوي الدملوج، لان دائما يسالوني في الانستغرام بتويتر اسماء شلون نسوي الدملوج. ان شاء الله اليوم راح نوريكم شلون نسوي الدملوج، وراح نسوي بعد كبه بجبن الحلوم، راح تستمتعون جدا في طريقتها وبساطتها وخفتها يعني، وتجهيزها المسبق بعد يسهل المهمه. ومن الاطباق الجميله اللي احب انا يعني اني دائما اوريكم اياها وابتكارات بسيطه من عندي ان شاء الله تعجبكم، عيش باشار المانجا مع تكه الدياي، وهم التكه الدياي متبلته باشار المانجا. ان شاء الله راح تستمتعون بالحلقه وتشوفون فيها اشياء جديده راح تستمتعون فيها. خلونا نشوف المقادير. من اليمين عندنا هني الدياي مجهز ومقطع 10 قطع عشان بسرعة يستوي، وكل واحد ياخذ له قطعة صغيرة مع العيش. وعندي بعد مقادير العيش اللي راح نسوي بأشار المانجا، عندي هني تقريبا كوبين ونص من العيش مغسول ومنقوع، والحين أنا مصفيته من الماي، وعندي رشة من الهيل العدل، ورشة وحبتين من ورق الغار، وعندي الدارسين العواد، والمسمار نحط حبتين ثلاث ما نكثر من البهارات، منها لا تزيد الطعم وتغيره، ومنها كل شيء ينزاد عن حده ينقلب ضده على قولتهم، لأن فعلا ترى البهارات عبارة عن أدوية، فدائما نكون حذرين في استخدامها. عندي كمون وكركم، وهذا شاي بس راح نقول بعد شوي شلون راح نستخدمه. وعندي بعد الفحم، بس الفحم ما راح ناكله يعني، راح نسوي فيه شيء إن شاء الله يعجبكم. وعندي هني أشار المانجا تقريبا 4.5 قفاش من أشار المانجا المهروس، مو اللي فيه قطع كبار، اللي يكون مكتوب عليه طرشي مانجا مهروس يعني أو مفروم، على حسب المتوفر عندكم بالجمعيات والماركة اللي تحبونها حيل. وعندي هني تقريبا 3 بصلات جوانح مفرومين مقصوصين جوانح، وهذه تتبيلة التكة، وتقدرون تعتمدونها حق أي نوع من أنواع التكة راح تعجبكم وايد. حفظوها وخشوها عندكم تليفونكم نوتها، ترى يعني وايد وايد طعمها حلو. عندي تقريبا قفشتين كبار من الخل، وعندي بابريكا زعفران، وتقدرون تحطون بعد فلفل بودرة، كمون، كزبرة، زنجبيل بودرة، وفلفل أبيض، ومعجون طماط، وثوم مهروس. وعندي بعد أنا بما أن احنا حطينا على العيش أشار مانجا، بعد ننكه الدياي بريحة الأشار مانجا، فما راح نحط وايد، راح نحط قفشة كبيرة من أشار المانجا، وتقريبا قفشتين إلى 3 قفشات كبار من الروب. وهذا مروق الدياي راح نستخدمه حق كباس العيش، ودائما أقول لكم مروق الدياي لما تفوح الدياي خشوا المرق ماله، لأن في طعم مميز حلو راح يعطيكم نكهة غير الماي، يعني يزيد النكهة ويرفعها، بالذات إذا أنتم سويتوها بدينكم يعني ما استخدمنا الكيوبز. أوكي، الحين في البداية راح أحط شوية زيت، وراح أحمس البصل عشان نجهز العيش. طبعا أنا دايما أوصي على هالمعلومة إنه قبل لا نطبخ نجهز كل مكوناتنا، دائما نجهز كل المكونات المذكورة، يعني مثلا الحين انتم عجبتكم طبختي سجلوا مكوناتها، وقبل لا تطبخون يبوا لكم صينية حطوا فيها بوادي ذهبوا المقادير كاملة، حتى البهارات حطوهم في بوادي، راح تشوفون الطبخ متعة ونظافة، وتحسون انه ما هو متعب ولا مزعج، بالذات اللي عندهم مشكلة في الطبخ ومبتدئين يعني للحين ما يعرفون يطبخون، ويعني حاسين الموضوع شوية صعب عليهم، دائما التجهيز المسبق يسهل المهمة. وفي أشياء تقدرون أنتم بعد يعني تجهزونها من قبلها بيوم، مثل البصل إذا حاسين أن وقتكم قليل، أو تتبيلة مثلا تكة هني عندنا نقدر نتبل الدياي المقطع 10 قطع ونحط عليه التتبيلة كلها وندخله الثلاجة ليلة كاملة، بتشوفون طعمه بعد بيصير أحلى وبيستوي أسرع. حلو، هذا بصلنا هني بعد قاعد نقلبه بالزيت،
يعني هذه الطبخة صراحة أنا لما فكرت فيها كان ما عندي وايد مكونات في البيت يعني غير الموجود هذول مثل أشار المانجا وشوية بهارات وعيش، حتى ما كنت مسوية معاها الدياي، ففكرت شلون أسوي عيش بسرعة بنكهة جديدة وحلوة بدل لا ناكل بس عيش مشخول ولا يعني شيء سريع وحلو وبسيط. فبطلت الكبت، لقيت قدامي أشار مانجا وشوية بهارات، قلت يلا خلنا نسوي عيش مع أشار المانجا. طبعا احنا نحب العيش وايد، عشان كذي دائما نحاول نبتكر طبخات جديده فيها عيش. ان شاء الله اليوم بعد بتشوفون ويانا طرق جديده من الطبخات مثل الكبه بالصينيه محشيه بالحلوم، ان شاء الله راح تستمتعون فيها بعد وايد. صراحة أنا مو وايد توب بالكبة، بس هذه استمتعت فيها وحبيت أني أضيف الحلوم على كبة في الصينية عشان تجدد الأطباق ونحس أن احنا دائما تجديد، هذا حتى يغير نفسياتنا ويخلينا دائما مستانسين ومتفائلين أن في العالم ما وقف، يعني كل يوم عندنا شيء جديد وطبخات جديدة وشيء وايد حلو. عالم المطبخ كبير، كل يوم نكتشف فيه شيء جديد. بس حلونا عاد حلو الدملوج؟ لا، من الماضي الجميل اللي حلو اللي نحب ان احنا نحتفظ فيه وما نغير فيه بعض الاشياء مثل بيض القطة، مثل الجيمات، مثل صب القفشة، دائما نحب ناكلهم بالشيء التقليدي بالطعم التقليدي، ومن ضمنهم الدملوج. حلو، وصلنا الحين، خذ مرحلة حلوة ولونه جميل ولونه ذهبي حلو مثل ما تشوفون معاي هني. راح احط البهارات الكامله كلها، بعد نقلبها شويه بالزيت عشان تاخذ الريحه واللون الحلو. حلو كذي قلبناهم وخذوا لون طعم البصل وخذوا ريحه الحماس. الحين راح اضيف اشار المانجا، راح اضيف اشار المانجا كله اللي هو تقريبا عندي 4.5 أو 5 قفاش من اشار المانجا، ونقلبه بعد وراح تطلع ريحته القويه. في الاثناء راح نضيف العيش، راح نضيف العيش ونقلبه مع البصل ويا أشار المانجا. مثل ما انتم شايفين لازم نقلب العيش من فوق لتحت. شكل هذا الحلو، نقلبه لغاية ما ياخذ النكهة الحلوة، نكهة أشار المانجا. راح أعزز النكهة شوية بالكركم عشان تعطينا بعد صفار. رشة من الكركم ورشة من الكمون بعد عشان تعزز نكهة أشار المانجا، ونقلبه خفة من فوق لتحت. ولا تقولوا لي اسمع كثرت العيش، كاني قاعدة أقول لكم الحين خفة تقلبونه راح تحصلون على النتيجة المطلوبة، من فوق لتحت ونقلبه عشان ياخذ نكهة الحماس وياخذ نكهة أشار المانجا باعتدال. حلو، لاحظوا حتى هني قطع البصل لما نقلب راح تنخلط مع العيش، شي حلو ريحته مميزة ولونه مميز راح تستمتعون فيه مع تكة دياي. بعد نقلبه بعد، نضيف عليه الحين مروق الدياي، نضيف عليه مروق الدياي. الله ريحته حلوة صراحة، يعني أنا مستمتعة جدا في الطبخة. أوكي، راح ننزل مروق الدياي عليه، ودايما العيش نقول فوقه بسانتي، يعني نحركه كذي ونشوف. بعدها نزيد الماي لسانتي فوق العيش.
طبعا انا ما اثق وايد بالحركه اللي يقول تحطها وتطيح، هذه مردها بتطيح يعني. ف اتوقع ان كذي الحجم مطلوب هو سانتي، ومثل ما تعلمنا يعني هو سانتي يعني عقله الاصبع، ف سهل الموضوع. راح نحط جدرنا على نار هاديه ونسكر عليه ونقصر النار ونخليه تقريبا كذي ربع ساعه يتسكر، تالي نشوف شلون صار شكله. بس خلونا نطلع بريك صغيرون ونرجع لكم. رجعنا لكم حبايبنا، ومثل ما شفتوا شلون سوينا العيش بطريقة سهلة وبسيطة. مجرد ان حمسنا البصل شوي بالزيت، بعدين ضفنا عليه البهارات الكاملة، وحطينا عليه أشار المانجا وشوية بهارات مثل الكركم والكمون والملح. اذا تحبون تزيدون الملوحة، لان انا ما حطيت ملح هني لان أشار المانجا يحتوي على كمية كبيرة من الملح. ومثل ما شفتوا حطينا العيش وقلبناه بخفة وبهدوء من غير ما نكسر حبات العيش، وشوي شوي بالزيت وشوي شوي لغاية ما غلفوا بالزيت وصاروا يلمعون ولونهم حلو، وخذوا ريحة أشار المانجا ويا البصل والبهارات الموجودة كلها. تالي كبسناه بالماء مروق الدياي طبعا حطيناه، وفوق العيش بسانتي، وسكرنا الجدر على نار هادية تقريبا كذي ربع ساعة لغاية ما يتسكر العيش ويشرب المروق كله. في المرحلة العيش تقريبا مستوي، بس مجرد ان نعطيه ريحة التدخين بما ان احنا مسوين التكة، فنبي نشم ريحة السموك والمدخن في العيش. فقررت ان ادخن العيش شوية مع الشاي. فالحين ان شاء الله راح نشوف الطريقة. راح نسوي مثل البقشة الصغيرة في ايديني، طبعا نشب الفحمة ونسوي بقشة صغيرونة. مقعرة لداخل كذي عشان نحط فيها الفحمة. راح نحطها في وسط العيش ونحط الفحمة داخل، نحط الفحمة داخلها. وعندي شاي، تقدرون تاخذون شاي بنكهة الدارسين او نكهة التوت مثلا، شنو الشاي اللي تحبونه، شاي اخضر ما يمنع، اي شاي تحبونه. وبسرعة راح نحط الشاي داخل وراح يدخن. راح نحط عليه قطرة زيت، قطرة واحدة صغيرونة. الحين راح تشوفونه يدخن، نسكر الجدر ونخليه يتشرب ريحة الدخان اللي موجودة من الشاي ومن الزيت لغاية ما ياخذ نكهة السموك. شلون نسوي تكة دياي بطريقة حلوة ومبسطة وسهلة؟ راح نضيف عندنا مجموعة توابل مع أشار المانجا والروب. راح استخدم الروب، عندي قفشة كبيرة من أشار المانجا عشان تعطينا نكهة وتعزز نكهة العيش اللي حطيناها هني. راح أحط الكمون والكزبرة والزنجبيل البودرة والفلفل الأبيض وزعفران مطحون عشان يعطينا لون ونكهة مميزة. وعندنا البابريكا اللي راح تعطينا نكهة سموك المدخن،
ومعجون الطماط راح يعطينا طعم ولون حلو احمر. بعدها راح نضيف الخل والثوم، الخل والثوم، ونقلب التتبيلة هذه. جربوها حتى على الفحم روعة، الروب راح يطر كل شيء. تقدرون بعد اذا بتشونها على الفحم تضيفون بصلة مبشورة ناعمة مع الماي مالها، تحطونه على الدياي كله. حلو، هذه خلطتنا جاهزة وريحتها تهبل. راح نضيف لها الدياي المقطع 10 قطع، واذا تحبونه اصغر بعد هم يطلع حلو. راح نضيف الدياي ونقلبه ونجهز الفرن على درجة حرارة 180 من الرف الوسطي، وفي الدقائق الأخيرة تقريبا هو راح ياخذ 20 دقيقة. بالدقائق الأخيرة راح نبطل الفرن من فوق عشان ياخذ له لون قامج. أفضل شيء أن تبلونها التتبيلة قبلها بيوم وتخلونه يتشرب الصوص كله، راح تشوفونه يصير طري ويستوي بسرعة. طبعا سامحوني بدليات من الريحة عجيبة. أوكي، الحين راح نذهب صينية الفرن عندي هني، راح نحط فيها الدياي وقبل لا ندخل الفرن بعد راح نحط عليه شوية زيت. بس يعني قاعدة أقول لكم كل ما تبلتوا أقل شيء صراحة 4 ساعات، يعني نبي نحس بالنكهة الحلوة المميزة اللي في التتبيلة. فإذا ما خليتوها تتشرب ما راح تحسون بنكهة التكك. يعني ها قاعدة أقول، مو تقولون الطعم غير عن اللي تسوينه، لازم نتبله. حلو، راح أحط شوية زيت فوق عشان يتقرمش قطرات من الزيت، وبعدها راح يدخل الفرن يتحمر من كل الجهات. فراح ادخل الفرن، اخذ البيز وياي، تكة جاهزة بعد عندي هني، راح احطها بالفرن عشان تحمر من كل الجهات. والدياي الحين استوى تماما وتقرمش من برا، ولازم ياخذ لون الشوي بزيادة مو بشوية، بالشكل هذا الحلو. بعدها الحين خلاص جدرنا تبخر، ها تبخيره صارت عجيبه صراحه. انا قاعده اشم ريحه، يعني كنا قاعدين في البر، ريحه الدخان حلوه عجيبه. الحين راح نتخلص من الفحم الزايد هذا، وكذي عيشنا جاهز. يقول لنا بس شنو نجبوني. اوكي، هذا العيش خلص، راح ننشب الحين. ننشب العيش، وايد ريحته حلوة، أتمنى تجربونه. طبعا أنا أحب أشوف البهارات، ما هشيلها صراحة، أخليها، أحب أشوفها في العيش. بس اللي عنده يهال أنصحه يشيلهم. لاحظوا شلون العيش نثري وشلون شرب الصوص كله، ولا في حكوكة بعد حق عشاق الحكوكة. ما أدري إيش تسمونها بالإمارات، راح أسألكم الحين. يلا كلكم طرشوا لي على الانستغرام إيش تسمون الحكوكة. حلو، هذا العيش راح ننشبه كله. من الحين قام يجاوبون يقولوا لي اسمها علاقة، من الحين وصلت الإجابات. بس ترى ما في جوائز، جوائز العيش عندنا هني. حلو، الدياي بعد راح أحطه فوقها بعد ما نشوه تماما وخذ لون الشوي.
الله. عيش المدخن ريحته وايد حلوة مميزة جدا، وغير عن الأشياء المعتادين ناكلها يعني، فجربوا تاكلون التكة بأشار المانجا والعيش مع أشار المانجا، بعد راح يطلع النكهة عندكم بعيدة وجديدة. حلو، هذا الدياي كله حطيناه فوق في مكان حق واحدة، وراح نزينه بشوية كزبرة خضراء حق السنين عندي، راح أقص شوية كزبرة خضراء فوق العيش، تقدرون بعد تزينونه بالبصل المقلي، شوية من البصل المقلي كقارنش حق الطبق ويعطي كريسبي شوية كذي. طبقنا اليوم الأول كان جاهز، عيش بأشار المانجا مع تكة دياي بعد بأشار المانجا. خلونا نشوف اليوم جدرنا، جدرنا جدر المعلومات الغني دائما بالمعلومات الحلوة والمفيدة. ايش خاش لنا اليوم؟ أكيد بعد في معلومات حلوة في الجدر. يا جدرنا ايش خاش لنا اليوم؟ أكيد في معلومات حلوة، أنا متأكدة من هالشيء. جدرنا دائما يخش لنا أشياء الحلوة اللي نحبها. جدرنا اليوم خاش لنا بهارات. البهارات هذه يا سلام، وماكو بيت يخلى من البهارات. البهارات هذه أكيد لها سر، شو تقول لنا يا الجدر؟ جدرنا يقول إن بهاراتنا لازم تنحفظ مكان جاف ومو رطب، ويفضل إنه يكون بعيد عن الجولة والثلاجة والميكروويف وأي فرن أو أي أداة يعني مثل الغلاية، نوخره عن أي مكان يطلع رطوبة وبخار لأنه بسرعة يخترب. من المعلومات الثانية اللي أعطانا إياها الجدر وعلمني إياها، قال لي جدرنا إنه لازم بهاراتنا ما نكثر منها، يعني ما نشتري مثلا كيلوين كركم وكيلوين كمون وكزبرة وما أدري من هالأشياء، لا نشتري تقريبا ربع كيلو، وكل اسبوع طبعا نشتريهم مفلفلين، ها ما نشتري مطحون. وحاولوا تتعلمون هالشيء، راح تحسون بنكهه ثانيه وتغير حياتكم فعلا فعلا صدق. راح يعني اللي عندها ريل بتقول اوه اكلش تغير، واللي ممكن امكم ولا ابوكم يقول لكم لا اكلكم تغير، وتحسون بالنكهه ترتفع فوق ويصير طعم زاكي وحلو. طبعا بهارات وايد مثل الكمون والكزبره والكاري وايد مجموعه توابل، طريقتها بسيطه، مجرد ان ناخذ البهارات ونغسلها، اذا كان فيها اتربه نغسلها عدل، بعدين نجففها من الرطوبة اللي موجودة فيها، ثاني يعني نحطها في صينية وندخلها الفرن. يا ذن لنا مزاج مثل حريمنا الأولين، نحط تشولة في الحوش ونحمصها شوي شوي لغاية ما تاخذ لون الشقار الذهبي. وطبعا هذا كله هم ما ناخذ كميات كبيرة، نسوي كميات بسيطة، يعني حتى لو قفشتين ثلاث على قد وجبتنا. جربوا هالطريقة وايد راح تعجبكم. بعدها راح نطحنها في الطحانة، وراح يصير عندنا كمية توازيها البطل هذا، قرش البرطمان هذا نحطها، لا نسوي أكثر من هالكمية، فعلا الكمية هذه تكفيك تقريبا أسبوعين أو أسبوع، فيعني لا تحاولون تحطون أكثر من هالكمية. طحنوا البهارات وحطوهم في برطمان يكون نظيف ومجفف ومعقم ما في أي نسبة رطوبة، بعدها احتفظوا في الكبت مكان جاف ورطب. ومثل ما قلت لكم التحميصة البسيطة قبل ما نطبخ هي راح تزيد النكهة، فدائما جربوا هالطريقة راح تعجبكم وايد. أما أن احتفظ فيهم في هالأكياس أنا ما أنصح. وإذا مثلا حابين تسوون كمية كبيرة ومثلا ما عندكم وقت كلش وما شاء الله فريزركم عود، تقدرون تطحنون كمية حق شهر وتحطونها بالفريزر، راح تظل عندكم سنتين ما تخترب. إن شاء الله معلومات جدرنا إن شاء الله عجبتكم اليوم واستفدتوا، وأكيد بنشوف معلومات بيوم ثاني تكون أغنى وأحلى، واستفدتوا معاي وأنا صراحة استفدت من هالجدر. أكيد يعني جدا جدا مستمتعة في هالفقرة، لأن حتى أنا قاعد أطور من نفسي وأتعلم أشياء جديدة. خلونا ناخذ بريك صغيرون ونشوف وصفتنا الجاية.
رجعنا لكم حبايبنا بعد ما خلصنا الطبق الرئيسي الشهي اللي ريحته ملت المكان بريحة أشار المانجا. ننتقل حق طبقنا الثاني، كبة بالصينية بس محشية حلوم، إن شاء الله تعجبكم بساطتها وبطريقتها الحلوة. عندنا هني تقريبا من المكونات اللي قدامنا كوب ونص، كوبين ونص من البرغل الأسمر المنقوع، لازم يكون منقوع على الأقل تقريبا ساعة ونص ساعتين على الأقل، يعني ينتفخ ويصير أطرى. وعندي تقريبا نص كيلو من اللحم المفروم، بس لازم يكون هبر ما في وايد شحم. وعندي فلفل أبيض بدال الفلفل الأسود عشان يغير اللون ويسود اللحم، وحبة البركة راح تكون حق الفوق يارنش حق اللحم، وريحان المجفف، والبصلة مفرومة ناعم، وصنوبر أو لوز حسب الرغبة. وعندي تقريبا قفشتين كبار من السمنة الذايبة نقدر نحطها على اللحم، وشرايح حلوم كنا بنقعدهم أنا تقريبا ساعة ونص ساعتين في الماء عشان تخف الملوحة اللي فيهم وما نحس انهم حيل لاذعين مع اللحم. فقلنا لكم الجبن انقع بالماء وبعدها نقصه شرايح يكون جاهز. حق اللحم لازم نفرمه بالفرامة، فاللي نحتاجه ان احنا نفرم لازم تكون عندنا فرامة اللحم، راح نشغلها ونحط اللحم والبرغل داخل الفرامة. أنا مجهزة واحدة من قبل بس راح أوريكم الطريقة عشان لا يطوفكم شيء. راح أحط البرغل كل البرغل، وبعدها على طول اللحم، وبعدها البرغل واللحم، يعني راح يصيرون ينفرمون مرتين، مرة نفرم البرغل واللحم ورا بعض، نفرمهم زيد السرعة شوي. اوكي، ونفرم اللحم ويا البرغل ويا بعض. فأنا مجهزت لكم واحد من قبل، مجرد أن نضيف عليهم البصل المبشور ويا الريحان ونحركهم كذي، بعدها نرد نفرمهم فرمة ثانية وراح تكون عندنا الخلطة جاهزة بالشكل هذا. بس من شروط أن استخدام الفرامة أنها تكون باردة، فشلون تكون باردة؟ نشيل القطعة هذه ونحطها نغسلها عدل من الماء وننظفها من داخل عدل ونعقمها، يعني تمام لازم هالشي. بعدها نحطها في الثلاجة تقريبا 10 دقائق ربع ساعة، راح تشوفونها صارت باردة كذي اللحم ما يستوي فيها وما يصير في قطع ممكن تخترب، يعني حرام اللحم يكون فريش. اوكي، فهذه عندنا قطعة اللحم هذه راح تنفرم فرمة ثانية، بعدها راح يصير هذا شكلها عندي هني. شلون الحين نجهزها؟ راح احتاج اني احط نايلون رول على قدها، واحطه نص كمية اللحم داخل، نص كمية اللحم راح أحطها داخل عندي، يعني راح يصير عندنا طبقة فوق وطبقة تحت. نفردها بالشكل هذا، ومرات تصير صعبة المهمة من غير النايلون رول فلازم نستخدمه يسهل علينا المهمة. لاحظوا حتى لون اللحم شبه مستوي، يعني ترى من الفرمة، فلازم تكون الماكينة باردة، حتى المعاملة مع اللحم تكون باردة، الغرفة تكون باردة، المكان حوالينا يكون بارد، ما نكون نشتغل يم الفرن ويكون المكان دافي. اوكي كذي، هذه الحين راح اشيلها، راح اشيلها واجهز الثانية. بس قبل لا احط الثانية راح ادهن شوي من السمنة تحت بالصينية. تقدرون تضيفون البهار اللي تحبونه، اذا تحبون الكمون، الكزبرة، النعناع المجفف، على حسب رغبتكم. عندي هني من البهارات. بعد ما حطيت اللحم
راح احط الطبقه الثانيه وافردها بعد، افردها تمام نفس الاولى بس هالمره على طول في الصينيه. الثانيه راح تنحط فوقها، بس خذينا القياس عشان ما تطلع عندنا زايده، ويزيد اللحم. حلو كذي نضغط عليها تمام من كل الجهات ونحركها كذي. مرتبة. الحين راح نصف شرايح الحلوم على طول فوقها. شرايح الحلوم فوقها. جربوا هالطريقة راح تعجبكم وايد. طبعا السوريين والأردنيين دائما شو يسوون؟ يحشونها باللحم بعد. طبقة ثانية من اللحم، بس تكون الحشوة غير محموسة أو مضاف لها مكسرات. فهني احنا انا استبدلتها بالحلوم، حسيتها تصير اخف شوية وطعم جديد بعد. ممكن بعد تنقعون الحلوم اذا تحبون بالعصفر، راح يعطي لون اصفر مميز. كلها نغطيها بالحلوم من فوق بالشكل هذا مثل ما انتم شايفين وياي الحين. بعدها راح نحط طبقة اللحم الثانية فوقها، نفس الشيء نفرد اللحم، ما نشيل النايلون، نفرد اللحم فوقها، نتأكد ان الحلوم كله تغطى ونضغط على الحلوم عشان لا تفتش ويانا. فالمرحلة بعد وايد مهمة، نضغط ونحركها كذي، تشوفون بالنايلون تصير أسهل ويانا وتحسون بعد النظافة أحسن. نضغط عليها بالشكل هذا الحلو ونشيل النايلون نتخلص منه. كذي حلومتنا جاهزة، مجرد ندهنها بالسمنة من فوق ندهنها بالسمنة ونقطعها بالأشكال اللي تحبونها. طبعا ما شاء الله السوريين مشهورين بتقطيعات مميزة، يعني يقدرون يسوون أشكال مميزة في الكبة، يبي لها شطارة واحد يتعلم. تقدرون تسوون سيرش أكثر عن طريقة نقش الكبة، راح تستمتعون بعد في المعلومات اللي موجودة. حلو تقدرون تقصونها معينات كذي بالشكل هذا. بعدها تقدرون تحطون عليها اللوز أو الصنوبر المحمص. طبعا لازم ان انتم تقصونها قبل لا تدخل الفرن، لان بعدها ما راح تقدرون تحطون تقصونها بالسكينه، راح تتغير شكلها. راح تحطون حبه صنوبر على كل معين بالشكل هذا. ما راح اطول عليكم، انا مجهزت لكم واحده من قبل ومدخلتها الفرن ومستويه، مجرد اطلعها لكم. هذولا حبات الصنوبر جاهزين عندي هني، وهذه الصينيه تدخل الفرن واطلع الجاهزه عندي. اطلع الجاهزه وهذه بعد صينية الحلوم الثانية جاهزة عندي. مجرد تحطون عليها السمنة راح تلمع وتصير مميزة. هذا طبق وايد حلو وخفيف وبسيط، وإن شاء الله يكون نال على رضاكم وإعجابكم. بعد
راح نشوف طبقنا الحلو الجاي بعد البريك. من أشهر الحلويات اللي تعودنا عليها في الخليج ضمن كبيرة مجموعة كبيرة من الحلويات مثل الرهش والقيمات وصب القفشة، من ضمنهم بيض القطة والدملوج. إن شاء الله اليوم راح تعلمون وياي شلون نسوي الدملوج، وأنا جت لي أسئلة كثيرة كثيرة على الدملوج شلون نسويه، لأنه في طريقة فنية وطريقة شوية حق الإيدين، يعني أصعب من بيض القطة، بس هو يشبه بالطعم لأن العينة تشبه نفسها، يعني نفس هذيك عينة بيض القطة نفسها هي عينة الدملوج. هي عينة وايد هشة وايد لذيذة لأنها تحتوي على النكهة العربية الحلوة، نكهة الزعفران. فراح نبتدي مقادير العجينة عندنا. راح أقول تقريبا حق كل كيلو طحين راح نحط كوب ونص من الزيت وكوب ماي، وعندي قفشة كبيرة هيل حق الكيلو وقفشة كبيرة من الزعفران المفروم وربع كوب من ماي الورد. في البداية راح نحط الهيل والزعفران على ماي الورد عشان ياخذون النكهة ويصير في تجانس بينهم، حتى لون الزعفران يبين أصفر حلو. وراح نقول بعد مقادير الحشوة اللي عندنا، واللي هي عبارة عن كوب جوز وربع كوب ماي ورد ونص كوب سكر ناعم، يكون ناعم الحبيبات مو بودرة، ناعم اوكي، وقفشة هيل صغيرة وقفشة زعفران صغيرة. بس راح نسوي نفس الخطوات، راح نحط الزعفران عشان تطلع ريحته وتصير بارزة ولونه بعد يظهر، راح نحط الهيل والزعفران على ماي الورد ونقلبهم عشان يبرز اللون. كذي عندنا مقادير الحشوة جاهزة، مجرد ان نجمعهم على بعض. راح نحط الجوز والسكر اوكي وماي الورد والزعفران والهيل ونخلطهم، بس ما راح نحشي فيهم على طول، راح نخليهم شوية يركدون والماي ماي الورد كله يتشرب مع باقي المكونات وتصير عندي بالشكل هذا اللي شايفينه هني. هذه حشوتنا بعد ما شربت كل ماي الورد، فكذي الجوز راح يصير طري وراح ياخذ نكهة ماي الورد بقوة وراح يصير مميز حيل، يعني نبي نحس بنكهة ماي الورد والزعفران. فمن هالخليط هذا راح يطلع لنا خليط مثل هذا، انشف وراح يكون في ريحة الزعفران. أهم شيء عندي يكون الجوز مجروش، طاقينه تحطونه بكيس وتطقونه كذي بالبطل ولا بقاعد مثلا أي قرشة عندكم وتطقونه تطقونه لغاية ما يصير مجروش ناعم، بعدها نحط عليه باقي المكونات. كذي حشوتنا جاهزة، مجرد نعلمكم شلون نسوي العينة، والعينة جدا بسيطة بما أن الحين متوفرة عندنا العجانة سهلت علينا وايد أشياء. راح نحط الطحين، وهي عينة يعني مشهورة بالزيت، يعني فيها كمية كبيرة من الزيت عشان كذي فيها هشاشة وايد. راح نحط عليهم الزعفران وماي الورد والهيل وربع كوب من الماي هني عشان انا مقللة المقدار، بس انتوا راح تحطون كوب ماي. وراح نحط زيت تقريبا كوب ونص من الزيت حق الكيلو، وبعدها شغل العجانة، وإذا حسيناها ناشفة ما نزيدها ماي، نزيدها زيت. أهم شيء نزيدها زيت إذا حسيناها ناشفة.
نزيدها زيت لغاية ما تصير عندي عجينة طرية حيل مثل عينة القبض. خلونا نشوف شلون صارت عينتنا وملمسها شلون. راح تشوفونها متفتتة. نرد نحط عليها شوية زيت ونحركها بعد لغاية ما تصير طرية. بعد ما تصير عينتنا جاهزة راح يكون ملمسها ناعم وما تلصق في الايدين، كذي راح يكون سهل الاستخدام، بس راح نخليها ترتاح ربع ساعة عشان نقدر نرقها. أنا هني مجهزة واحدة من قبل وشوفوا لونها شحلاتها من الزعفران بعد ما نقعناه فترة، راح يصير لونها وايد حلو، كل ما خليتوها ترتاح بعد الشغل فيها راح يكون أسهل وأمتع. من الأشياء الغريبة بالدملوج إنه نحتاج عصاية العلم أو العلاق، راح نشيل العصاية منه ونستخدمها في لف الدملوج. راح ناخذ حبة قطعة من العين بحجم حبة الجوز، كذي بحجم حبة الجوز، وراح نفردها لحظة. وقطع الزعفران شحلاتها فيها، نفردها تقريبا يعني كلها، وراح تلاحظون انها عينة مرنة وما تلصق ويانا ولا تأذينا، فسهل الاستخدام معاها. نفردها لغاية ما تصير شبه شفافة بالشكل هذا. بعدها راح نلف، نجيب العصات ونلفها على العين ونلفها رول لتقريبا الثلاث ارباع. بعدها راح نحط الحشوة على أطراف العينة هني من الداخل، الأطراف الداخلية حق الحشوة بالشكل هذا. الحين نجي ونلفها، بدينا كذي نرفع العصات ونسكر الحواف مالتها. بعدين الحين الخطوة اللي راح تعطينا التعريجات مالت الدملوج، راح نمسك طرفين العينة وندخلهم على بعض كذي ونتلها لبرا، راح تصير عندنا عينة ماخذة شكل المعفس هذا. راح نسوي لكم بعد واحدة، بعدها راح نبتدي نقلي. كذي راح نفردها نفردها عدل، بعد انا مجهزت لكم مجموعه خلينا نحطهم بالزيت لانه ياخذون وقت في الزيت. راح نقلي ثلاثه ونكمل الباقي. هني عندي العينة فردناها، راح ألف العينة على العصات ولي ثلاثة أرباعها تقريبا نوقف، وأحط بعد من الحشوة، ما نكثر من الحشوة عشان لا تطلع وقت القلي. أوكي بالشكل هذا اللي هني. بعدها راح ألفها وراح نضغط على الحواف، راح تعطينا الشيب المعفس هذا المشكل، شكل الدملوج المميز. ونصفهم في الصينية بكذي. ايش رايكم اسوي لكم بعد واحدة؟ عشان انا صراحة ما بيطوفكم ولا شيء لان هذا الحلو وايد تسألوني عنه. هذه بعد واحدة راح نفردها، نفرد العينة عدل ونخليها تصير رقيقة، تشوفونها تصير شبه شفافة يعني، ولون الزعفران صراحة فيها عجيب. والحلو بالدملوج والمميز فيه ان احنا نقدر نصفهم في الصينية كذي
ونثلجهم بالفريزر قبل لا يجون ضيوفنا، نقدر نقليهم فيصير عندنا حلو جاهز بالفريزر بعد. وهالشيء صراحة أنا أسويه، يعني ما يدور رمضان إلا أنا مجهزة كمية لأنها تأخذ وقت مني، فأجهز كمية وثلجهم وبس يجون ضيوف ولا شيء أقليهم ويستمتعون فيها. عندي ريل أختي لا يمكن يذوق، يقول لا يمكن أذوق الدملوج عشان اسمه دملوج، بس ما يبي يذوق عشان اسمه. راح نلفها كذي ونسكر العينة، وبعدها نمسك الحافتين ونضغطهم عشان يعطينا الشكل المعفس هذا، ونتل العود، نسكر الحواف شوي ونرتبها، نصفهم في الصينية بالشكل هذا كذي، نصفهم ونثلجهم بالفريزر لغاية ما يعني يتثلجون، نحطهم بعدين بكياس ونخليهم يظلون عندنا 3 أشهر، فكذي عندنا حلو جاهز يعني على طول، دائما عندنا حلو كذي. حطيت أنا 3 قطع بالزيت، لازم يكون الزيت وسط درجة الحرارة، عندي بعد 3 راح أحط لكم إياهم. الزيت وهذولا بعد شوف شكلهم شلون قاعد يتحمرون، وايد حلوين، شوف شحالاتهم. حبات الدملوج تحمروا، يفضل ان نحطهم على ورق التنشيف، فراح نجيب صحن ونطلع حبات الدملوج اللي استوت وتحمروا ما شاء الله. وكل ما كان درجة حرارة الزيت وسط ما راح يحترق الدملوج عندنا. الله شوف شحالاتهم وايد حلوين، أنا مستمتعة صراحة بهالطبق جدا، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا بعد فيه. هذولا 3 حبات خلصوا، لازم ياخذون اللون الذهبي من برا ويستوون بعد من داخل. مجهزت لكم انا بعد طبق، بس نوريكم شلون نزينه. راح نحط حبات الدملوج وراح نرش عليه سكر بودرة فوق الدملوج، راح نحط سكر البودرة والرشة كذي، أو تقدرون تحطون عليه شيرة بعد يصير شيرة أو عسل مثل السنو ينزل عليه، لأن هي عينة ما فيها سكر وايد فتحتاج سكر من برا. رشها بالسكر البودرة كذي، دملوج جاهز عندي هني، وهذولا نخليهم بالزيت. هذا طبقنا مال الحلو اليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا وياي فيه، أنا جدا مستمتعة وأبي ردود أفعالكم وتطبيقاتكم توروني إياها أول بأول عشان أقدر أعطيكم أكثر وأكثر واستمتع وياكم، واستمتع إن أنتم طبقتوا من أطباقي فيها السيزن. هذه أطباقنا كانت اليوم، العيش مع أشار المانجا ودياي التكة، وعندي بعد كبة اللحم بالحلوم والدملوج اللي الكل يحبه، يعني رشيت عليه شوية رشة حب ورشة حب حقكم كلكم بعد عشان تملي المكان طاقة وحب. وصراحة أنا وايد وايد أحبكم، تابعوني بحلقة جديدة فيها أطباق أجمل وأحلى.